السيدات والسادة أهلا وسهلا بكم في برنامج الكرد في عيون معاصرة حيث انتقلت قناة كردستان باستشار إلى باريس. الخريف قد حل وطل على هذه المدينة ويسعدنا أن نستضيف رجلا كان من صناع الربيع العربي، ثورات الربيع العربي أكاديمي. وسياسي ومفكر كبير شارك في النهضه العلميه ليس على مستوى العالم العربي وانما ايضا على اوروبا في اوروبا شارك في التدريس. والرجل له ايضا بصمات في العمل السياسي السوري وله علاقه بالمشهد الكردي وزيارات ايضا لاقليم كردستان والتقى بكبار الشخصيات هناك. اهلا وسهلا دكتور برهان. اهلا فيك. الله يبارك فيك. دكتور المحور الاول الذي نريد ان نقف عنده كيف يمكن جعل القضيه الكرديه ان نحولها من مشكله الى حل هناك الكثيرين لا يحسنون التعامل مع التكوين المجتمعي باقلياته كيف نجعل من هذه الازمه الان المفتعله الى حل داعم للمصالحه او لبناء مجتمع مسالم مشان نرجع نهدي الأوضاع اللي متفجرة مو بس عنا بأفريقيا وبآسيا وبغيرها بين القوميات لازم نرجع شوي للتاريخ الحياة في هالمناطق اللي نحن بنسميها مناطق عربية اليوم وإسلامية بين من تركيا للشرق الأوسط كله للمشرق لشمال أفريقيا كانت تخضع لثقافه واحده وافكار واحده وسلطه واحده يعني عبر الممالك المتعدده، لكن الناس كانوا كلهم يشوفوا حالهم أنهم مسلمين، ما حدا كان يقول طبعا هن عرب واكراد واذربيجان والى اخره، لكن ال ال الشعور الرئيسي اللي بيجمعهم هو الاسلام وكانوا يفكروا حالهم إن نحن مسلمين سواء تحدثنا هاللغه ولا ما تحدثناها. بدا الخلاف مشان نرجع للجذور بدا الخلاف يدب وبلشوا بداوا الناس يشعروا انه لا بيني وبين العربي وبين بين الكردي وبيني وبين وبين التركي الى اخره الايراني آه 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 تمام الامور وقت بدات الفكره القوميه واللي وكان لو لو ما بدات الفكره القوميه يعني كان ممكن تحديث الامبراطوريات مثل ما صار بالهند وكذا وانه تضل الامور مع بعض الناس عايشين مع بعضهم ومهتمين اكثر بتطوير بلدهم وبادخال الحداثه وبالتقدم بالتقدم الانتاج والاقتصاد والصناعه والزراعه والتقنيه والمراكز البحث العلميه هذا اليوم هي الحضاره اليوم واسس الحضاره اللي اللي خرب الامور هو الفكره القوميه والمسؤول الاول عن ادخاله واللي دمر كل العلاقات بين هالشعوب اللي حكينا فيها هو بالحقيقه القوميه التركية يعني الناس بفكروا انه العرب بلشوا فيها لا العرب كانوا أك أقرب لانه يدافعوا عن فكره حكم ذاتي بالخلاء بالداخل الدولة العثمانية، كانوا متحمسين للتمسك بالدولة العثمانية وكان معهم حق لانه كانوا شاعرين انه الصراع الدولي كثير عنيف وانه هن ما قادرين يوقفوا لوحدهم قدام الغرب، هلا الغرب الصاعد، الغرب المهيمن فاول من ضرب هالتفاهم انا مشان شو حكيت هالحكي مشان اقول التفاهم كان موجود الاصل الاصل هو التفاهم بين هالشعوب عرب وعيش المشترك وكانوا يتزوجوا مع بعض وما حدا يقول انا زوجتي كردية وزوجتك عربية والى اخره كل الناس كانوا يتزوجوا ما في عربي الا في بعروق ودم كردي وما في كر... بسوريا على الاخر بشكل خاص ولا بالعراق ولا الكردي ما في بجسمه دم عربي يعني هذا الاختلاط صار له قرون صار له عشر قرون واكثر من عشر قرون يمكن في منه 14 قرن وقت طرح اتاتورك القوميه بالطريقه العنصريه اللي اللي فيها وفي صراع ضد الغرب اضطرت كل القوميات الاخرى اللي تنكفر. كانت تعب انه وكمان تطور هي نزعه قوميه مشان دافع عن نفسها وكان كلمه النزعه القوميه بتعني دولي مستقلة وانه تتحرر وتاخذ دوله وواضح انه الغرب دفع كمان يعني شجع العرب ما هو بالثوره العربيه الكبرى هو اللي شجع العرب انه يفوتوا بالخط ووعدهم انه اذا انتم استقليتوا وشقيتوا عن الدوله العثمانيه حتاخذوا سمن غا... حن... حتعملوا مملكه أهم من الدولة العثمانية تمتد على كل آسيا الناطقة بالعربية يعني الجزيرة العربية وسوريا والعراق نعم. والشام والأخرى فدخلوا بالمشروع طبعا يعني طبعا كان غدر يعني غش اللي, اللي قاموا فيه ال... هلأ من هنا يعني من انهيار الإمبراطوريات اللي كان خليني أقول ال... الدولة الإسلامية بين قوسين اللي ما كانت إسلامية بمعنى الدين كانت إسلامية بمعنى الثقافي والمدني والرابطة السياسية يعني الدولة العثمانية مش دولة إسلامية دولة أصحابها مسلمين وكذا دولة مسلمين بس هي ما يعني دولة لتطبيق الدين في فصل كان أنا برأيي فوقت دخل العنصر الفكر القومي بدأت تتخلخل كل الدول داخل الدول العربية وخارجها وباقي تركيا نفسها يعني أوه. يعني ما كان في صراع بين الاكراد بتركيا وبين غير الاكراد كان مجتمع كله يعتبر نفسه انه هو لملي وحدي لملي ل... لامي وحدي يعني هي امي العثمانيه وفي فتره صار ينحكى بامي عثمانيه يعني وقت تحدثت الامور دستور عثماني وانتخابات بال 67 بال 76 1900 و 1867 أو 76 ستة 76 وسبعين. ستة وسبعين. وقت صار الدستور وانتخاب برلمان ما كان لسه الناس كلها كانت معتقدة أنه ممكن تعيش مع بعض وما حدا طرح أنه أنا مختلف عن الثاني ولا أنا أهم منه وأنا أحسن منه إلى آخره وقت تكونت دخلت المبدأ القومي بدأ التفكك في كل المجتمع لأنه شو معناتها معناتها ليش هني عندهم دولي ونحن ما عندنا دولي نعم. ونحن كمان إن حق يكون عندنا دولة مستقلة هذا جوهر الخلاف وصار مشان أنا أعمل دولة واستقل عن الدولة اللي أنا فيها اللي أنا خاضع لسلطتها لازم أنا أطور مشاعر جديدة بين الناطقين باللغة تبعي وعنا ومشاعر كراهية للآخرين اللي هن حارميني ما حد كان حارم حدا من دولي يعني كانت ال 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 كل الناس عايشين تحت السلطة أصلا ما هم مختارين ما كان حدا مختار سلطه والحدود اللي صارت ارتسمت ما رسبوا ولا العرب ولا الأتراك الأتراك ساهموا فيها لأنه حاربوا ضد التقسيم تبعون وهي كانت جعلت من أتاتورك بطل قومي تركي اما الاخرين خضعوا للتقسيمات العمليه الاتفاقات الدوليه يعني كل سوريا والآخرين عم احكي عن المشرق كله صراعات يعني تركيب دولي ف دخلت الفكره القوميه وبدون شروط حقيقية لأنه كل طائفي أو كل فئة صغيرة تحسن تعمل دولة الدولة إلى شروط يعني صعب كتير تكون عندك دولة مستقلة وزاد سيادة وتحسن تدافع عن نفسها وما تخلي حدا يتدخل فيها هاي مش لعبة يعني هاي بدها 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 ظروف وشروط وإمكانيات وموارد كبيرة شو عمل هالمذهب القومي بدل ما يوحد مثل ما عمل بأوروبا ويخلق دول قوية قسم الدول يعني صار كل هلأ بقلب الدولة بدك الاكراد بدهم دولي وليش ما بدهم دولي يعني ليش ينكر عليهم دولي اذا كان الاتراك بدهم يعملوا دولي قومي لو الاتراك عملوا دولي مثل ما كانت من قبل ديمقراطي غير عنصر يعني غير قائم على فكرة القومية كان يمكن كان الأكراد صاروا شركاء فيها يعني ما هن كانوا بالبداية ما كانوا شركاء فيها بالبداية نعم وهذا الحل الحل إنه نعمل دولة ديمقراطية الجميع شركاء فيها بتأمن شروط التقدم المادي والاقتصادي والأمن والاستقلال والسيادي لأنه بدون هيك ما في دولة الناس حيتقاتلوا لأنه اليوم أنا بعمل دولة عربية بسوريا بعدين لأنه ما في إمكانية للتقدم والبلد عم يعيش أزمات مستمرة بصير كل فئة صغيرة بتلاقي عنصر تميز مشان كمان تحرر نفسها مثلا انا بتصير طوائف تلعب كلنا عرب بس انا ماني انا درزي وانت سني والثالث حلبي كمان المناطق وإلو ارتباطات تاني وهن لهم مصلحة مع تركيا ونحن إن مصلحة مع السعودية بترجع الدولة القومية نفسها اللي ما عندها قدرة تصير دولة وطن وطن للجميع ضو... يأمن الحريات والاستقلال والنمو الاقتصادي بتصير عدة دول بتتمزق يا على أساس الطوائف يا على أساس كمان القوميات بيطلع قوميات صغيرة كمان فيها ليش نحن بدنا نضل بها وليش نحن محرومين من دولة كمان هن بدهم يعملوا دولة إذا إذا أنا باعتقادي ليش عم أحكي هالحكي ما في أي خلاف ولا في أي سبب للصراع لا بين الأكراد والعرب ولا بين الأكراد والترك ولا بين الأكراد وال لكن على الواقع قائم ما عم اقول لك بالاصل ما في سبب يعني جوهري بقصد الصراع عم يجي نتيجه طبيعه النظم السياسيه اللي تكونت على اساس قومي بيكفي انه هالنظم السياسيه نعيد تاهيلها بشكل انه تكون الدولي مش لعرق مش لقوميه وانما هي دوله ديمقراطيه لمجموع مواطنينا بصرف النظر عن انتماءاتهم مشان ينحل جزء من المشكله هلا ما ما كل المشكله ساعتها بصير المشكله شو؟ بصير انه القوميات الشعوب بدها تطور لغتها بدها تطور ثقافتها بصير في استقلال ثقافي بمعنى يعني انه الناس تحكي وتتكلم ما يتعلق بالكرد كيف يكون ذلك؟ هلا انا بالرأي بالكرد ما هذا اللي عم اقوله بالكرد كل اذا اذا ما الدول القائمه اليوم تركيا اللي في عندها كرد وايران اللي عندها كرد والعراق اللي عنده كرد وسوريا اللي اذا ما اول شيء فتحوا بشكل انه ما يكون في تمييز قومي داخل البلد اولا، ما بس ما بيكفي، وما وما لم يعطى لكل القوميات ولكل الجماعات اللي بدها تطور هويه خاصه فيها، يعني اللي عندها شعور انه هن اليوم بحاجه لانه تتفتح هويتها بطريقه اخرى، اذا ما اعطيتهم كمان هالحقوق صعب انه يصير بدنا نمشي، يعني بدنا نستمر بنزاعات منهكه لا بتفيد الأقليات ولا بتفيد الأكثريات الحل اليوم هو كلنا نفهم أنه المشروع القومي الكلاسيكي تبع الأوروبيين بالقرن التاسع عشر هو مشروع مدمر اليوم وليس له أي معنى ولا أي قيمة هو مشروع مدمر لكل جماعات بالمشرق العربي وبأفريقيا لا يمكن تكوين دولة اليوم مستقلة وقادرة أن ترضي تطلعات شعوبها على مستوى دويلات صغيرة تابعة للدعم الخارجي وأمنة وحمايتها مرتبط بتعاملها مع الخارج وبخدمتها للمصالح الخارجية هذا ما ب... هذا يعني أنه لن تفيد شعبها وحتصير مصدر للنزاعات بينها هي بين الدويلات نفسها بتصير مصدر نزاعات أنا بر... أنا باعتقادي أنه الكرد لازم ياخذوا حقوقهم بتركيا وانا كنت من زمان انا دعوني بزمان الاكراد لمؤتمر اكراد السوريين كانوا عملوا مؤتمر ب 1000 ب 2008 نعم بالجمعيه الوطنيه يعطون قاع وانا كنت العربي السوري الوحيد يعني المدعو وحكينا بالموضوع قلت لهم انه كان في كل كل اكراد يعني فيها نهضه قوميه خليني اقول كانت بهذيك الفتره ب 2008 واضح قبل ما يصير الاحداث والثوره وكذا قلت لهم يا شباب نحن يعني السوريين ماشيين بنحو ثوره ديمقراطيه نحو تحول ديمقراطي ادركوا فشل المشروع القومي تبعهم عملوا كانوا سباقين للقوميه وعملوا دوله قوميه وحاولوا يعملوا وحده والى اخره وكلها فشلت ما زبطت لانه هذا المشروع ما ما ممسوك بايدنا نحن هذا المشروع مشروع ممسوك بالقوى المهيمنه الدوليه إذا إذا بدكم أنا نظريتي مشكلة الكرد، الكرد لهم حق تاريخي لا لا يمكن إنكاره بإيجاد دولة قومية، هذا ما ما نقاش، لكن الظروف ما بتسمح اليوم إنه يعملوا دولة قومية. أنا بنصحكم إنه تفكروا كل مجموعة بالبلد اللي هي فيها بحكم ذاتي وبعد ما بصير في مجموعة حكم ذاتي بتحسنوا تعملوا تحالف مع بعض واتفاق وبصير الحدود مفتوحه وبتحلوا المساله القوميه لأنه دوله قوميه، بالنسبه لسوريا قلت لهم نحن اليوم ماشيين نحو باتجاه الشعب ماشي باتجاه ديمقراطي، ما عاد بده القوميه العربيه، ما عم يحكي بالقوميه العربيه، عم يحكي بدوله حريات وحقوق انسان والى اخره. خليكم ماشيين بهالفتره مع الديمقراطيه وهذا اسهل لكم بعدين لحتى تحلوا قضية حكم ذاتي ولا قضية انتقالي أو إلى آخره وكانوا وكانوا استجابه كثير كبيره وانا بتذكر يعني اسال ناس كانوا حاضرين لسه في ناس احياء يعني ما صار زمان وكان في اتفاق يعني شبه اجماع على هالفكره انه انه الحرب ما حتادي لشيء يعني ما تدخلوا بصراع مسلح مع هالدول وما حد اذا دخلتوا بصراع مسلح حتكونوا خاسرين وانا برايح لحد اليوم حيكونوا خاسرين لانه تجمع الدول الموجودة الدولي ما بتتحمل أنه يسار ضد ضائل بدها تستخدم العنف قلت لهم خليكم ماشيين معنا وبعدين بإطار مشروع ديمقراطي وهو بيفتح الباب أفضل نحو حل المشكلة الكردية بسوريا حل ديمقراطي وما كتير في ما في مانا معقد بسوريا كانت العلاقات العربية الكردية باستثناء التاريخ الماضي طلع لي بس مجموعة صغيرة هني أقلية قالوا انت عم تحكي مشان تحرفنا عن هدفنا الرئيسي ومشان لا يمكن انتزاع حقوقنا الا بالسلاح. قلت له يا اخي وعم تغشنا، قلت له يا اخي انا ما عم افرض ما عم انزع منكم سلاحكم، اللي بده يحارب يروح يحارب بس انا عم اقول لكم رايي انه اجدى لكم وافضل طريق لنا والكم انه ندخل بحوار ديمقراطي ونشتغل من اجل ديمقراطيه بتعترف بحقوق الاقليات وانا برايي السوريين كانوا كلهم كلهم كانوا مؤيدين للاكراد بهذيك الفتره ما كان في صراع كل الطبقه السياسيه السوريه كانت مع الـ الـ مع الحقوق الكرديه ويرجع على التاريخ قبل الثوره السوريه كل الاحزاب الى مواقف واضحه وكانت الاحزاب الكرديه منتميه لاحدى التيارين اما هيئه التنسيق هاي بعد الثوره او للبيان من اجل بيان, بيان, بيان اعلان دمشق كل الاحزاب كانت بما فيها اللي صارت الحزب الديمقراطي الاتحاد الديمقراطي كان منتمي لهيئه التنسيق نعم يعني صالح مسلم كان فيها فما كان في اطلاقا حساسيه عند السوريين العرب خليني اقول تجاه قضايا قضيه الاكراد بالعسكر كان في تضامن حقيقي وانا وقت صار اطلاق الرصاص ب 2004 على انتفاضة الكرد يعني انا طلعت على التلفزيون وقلت لهم انه انه يعني هذا النظام ما بيتفهم الا بالرصاص هو قانونه هو الرصاص يعني ودافعت عنه وقت صارت حلبجه انا طلعت بيان بالنون ما في مثقف عربي اصدر بيان لادانه حلبجه الا انا وقعت لي انا أنا اللي بدي أوصل فيه بدي أوصل لشو مشان الأكراد يرجعوا، ونحن عم نحكي هلا مشان نحل مشكلة ما مشان ما عندي قضية أنا دافع عنها، يعني ما عم دافع عن قضية القومية العربية وما بدي أقول العرب أحق ولا الأوكرد أحق، ما في شعب أحق من شعب ثاني بأي حق، بأي بأي شيء يعني ممكن يكون للشعوب، بس أنا بدي أقول مفيد اليوم نراجع خططنا ونشوف احيانا المشكله نحن بنخلقها بالاستراتيجيه اللي بنختارها ما ما مفروض علينا، يعني ما في شك انه الإطاء السياسي اللي تبعتها الاحزاب الكرديه بسوريا عم احكي هلا تجاه الثوره السوريه اللي كانت هي ثوره يعني لليوم مبين انه هي اخر شهقه عند السوريين مشان يتحرروا من طاغوت الاستراتيجيه اللي اختارتها انه اول شيء تتردد بالدخول بالثوره بعض الاحزاب وتعمل مجلس وطني منافس وتطالب من هذيك الفتره بانه الفدراليه والاعتراف بحق تقرير المصير ومدري شو، وبعدين الاتحاد القسد انه 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 تشتغل على اساس انه هي عندها مشروعها الخاص وتترد وتطرد ناس من الثوار اللي كانوا موجودين ولو كانوا ناس يعني مانهم منظمين منيح وكذا تبني موقف قومي متطرف في وقت الناس عم يتطلعوا لتوحيد الكلمة مشان يطردوا نظام أكثر تطرفا وأكثر عنصرية تجاه كل السوريين عرب وأكراد هذا كان خلق حساسيات كثيرة صاروا العرب يقولوا هدول وما ندعي أبدا ينقال إن أنه النظام السوري رجع اه 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 أعاد علاقته مع مع الحزب الديمقراطي الاتحاد الديمقراطي وأعطاهم أسلحة ومشان يخ يحتلوا جزء من الجزيرة ويطردوا السوار هذا حقيقة اليوم معترف فيها يعني ما في ما أنا يعني بقصد أنت حاسب نفسك كمان ما تحاسب بس الآخر هل السياسي الأحزاب الكردية اليوم بحق لهم أنا, أنا كاتب كتاب جديد مشان أنقد سلوك الأحزاب والسورية العربية كلها ومن الكردي بس هل الأكراد رجعوا راجعوا شوي نفسهم الأحزاب بحكي مش الشعب الشعب أنا بالنسبة إلي ما في فرق ولا زرة بين أي شعب آخر مو بس أكراد وعرب وكل الشعوب نعم. لكن الأحزاب اللي أخذوا القرار وقادوا الصراع عم تحكي على سوريا, في سوريا عم يحكي على سوريا وقادوا الصراع هل هل ممكن يراجعوا نفسهم ويقولوا وين اخطانا لحتى بدل ما يكون نطور دعم العرب بسوريا لحقوقنا لكن جعلناهم أنا كان سؤالي جعلناهم ينشقوا عنا ويرفضونا لكن انا كان سؤالي دكتور الجانب العربي كيف يمكن ان يتعامل مع القضيه الكرديه نقلها من حيز المشكله الى حيز ان تكون جزءا من الحل هلا انا قا سمعت توصيفك للمشهد وانا يعني مؤمن بكلامك انه دوله ديمقراطيه وان الامتناع عن الاحتواء القومي لقوميه اخرى وانه اعطاء كافه الحريات لكن الان السائد هو السياسي العربي حتى على المناطق الكرديه يعني في كثير من المناطق ذات غالبيه كرديه اليوم كيف نستطيع باختصار لانه لدينا محاور بشكل موجز الجانب العربي كيف يتعامل يحول القضيه الكرديه من جانب مشكله الى جانب جزء من الحل مشان نرجع نعيد العلاقه بشكل اعمق بين خليني اقول بين داخل سوريا بين الاكراد وبين العرب ما بس العرب في غير عرب كمان يعني بين السوريين لازم كلنا نرجع نعمل حوار ونتفق و ونراجع نفسنا يعني ما بصير الأكراد ما الأحزاب الكردية ما تراجع نفسها وما بصير الأحزاب العربية ما تراجع نفسها كان لازم في مراجعة واعتراف بأنه نحن أخطأنا بحق بعض وأنه الحل هو الاعتراف بالحقوق الأساسية للأكراد ضمن إطار سوريا الموحدة لهذا كل السوريين اليوم ما حدا عم ينكر هالشي وبنفس الوقت دعم الأكراد عودة الأكراد لدعم مشروع ديمقراطي سوري واحد وإعادة بناء دولة سورية للجميع مشاركة على على مبدأ المشاركة الكاملة. يعني إذا أنت مع دعم الحوار مع الاعتراف بأن هناك أخطاء متبادلة مع فتح بالفعل يعني شيء من تطبيق العداله ان صح التعبير ونقل الموضوع الى مصارحات ومكاشفات وحاله ديمقراطيه صرفه يعني في ولا التعب. يمكن انه نحسن نوصل لتفاهم كردي عربي خليني اقول بسوريا ما عم نحكي عن سوريا بدون ما انه المجموع القوى الموجوده القوى اللي, اللي الى قرار سياسي تتميز نفسها تميز نفسها وتنفصل اذا امكن وتفكر بالمستقبل بالانفصال عن المشاريع الاجنبيه والخارجيه اللي هي يعني من الاملاء السياسي الغربي او يعني أي أي يعني او يعني يا بدنا نشتغل كسوريين مع بعض وبشكل نعم. بشكل صريح وواضح وما حد يكذب على حدا، يا انا بدي اشتغل انه انا انا بدي تأيدوني مشان اضربكم خنجر من تحت مشان الخنجر تبعي يفوت مزبوط بيبطل لكن بيبطل. هذا يصدق على الكثيرين. تمام على الكثيرين تمام مشان يعني. هيك عم اقول مكاشفه مصارحه بين القوى السياسيه الكرديه والعربيه اللي اللي اضرت بالكرد واضرت بالعرب يعني دكتور بصراحه هناك من يعترض على الكرد بان لهم ولاء لجهه معينه او لزعيم معين بالمقابل ترفع صور زعيم ايضا معين مغاير عند المناطق العربيه يعني التحرر من الاملاء والسيطره او الممول او تحويل الجميع الى بيادق ماموره وبنادق ماجوره نتخلص منها نرجع نؤمن أن سوريا بلد يستحق الحياه ويستحق اعاده البناء بشكل ديمقراطي نعم. يرضي جميع ابنائه نعم دكتور الكرد في العراق وسوريا عانوا تاريخا في العراق الأنظمة المتعاقبة يعني قامت بالعمل العسكري والضرب الكيميائي وعمليات إباده جماعيه كما هو معروف يعني وأنت قبل قليل أشرت إلى أنك كنت من الأوائل المفكرين والمثقفين العرب الذين أدانوا ما حصل في حلبجة، وفي سوريا أيضاً كان هناك سحب للجنسية وفي أكراد من دون يعني بدون مكتومين القيد يعني لا يوجد لديهم الآن كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومنح حقوقهم للكرد وإزالة المخاوف؟ والريبة من عودة ما كان قائما سابقا لو ادع البعض يقول لك من الأكراد أنه أخي بتقولوا هلأ ديمقراطية بس تتمكنوا حتزيلونا كل ما يشير إلى تمايزنا القومي أو وجودنا القومي كيف نزيل هذا الخوف والقلق؟ هذا الخوف جزء كبير منه ما كله جزء كبير منه مصطنع لتبرير سلوك مقابل من نفس النمط ما ممكن انا اقول انا ما بوثق فيكم لانه انا شريك بدي اكون يا بكون شريك وساعتها فاعل يعني معهم بنبني مع بعض الوطن الجديد نعم اذا انا ماني واثق فيهم وما بدي ابني معهم شلون بدي شلون بدي اتحقق يعني بقصد الحوار هدفه شو هدفه شراكة ضمانة شراكي وضمانات مشتركة ومبنية على أسس دستورية يعني أسس قانونية ودستورية اخره ما و واذا بدي كل مره انا بدي افكر بالمستقبل كل ما قوي بدي تفكر بالمستقبل بدي ارجع للماضي وعمل شو بسموها هاي المظلوميات ما بيطلع منها ما في ما في شعب ما ظلم ليش العرب ما انظلم وهلا هلا من 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 كل الاطراف يعني لكن لكن يا دكتور ال 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 الكرد كانوا ممنوعين حتى من تسميه اسمائهم يعني في مناطق انا اذكر ان ابنتي هيفرون عندما اردت تسميتها اعترض في دمشق يعني أنا من وين جايب هذا الاسم انا معك هاي كانت حقبي كل الشعوب بتمر بالالمانيا العظيمه يعني بقصد شعب عظيم كشعب وثقافي وفلسفي مرت بحقبي نازي هلا هلا اليوم الحكومه الالمانيه ما بتحسن كل ما بدك تعمل شغله بتقول لها انتم ما بوثق فيكم لانه بزمانه طلع هتلر بالالمان يعني ما نطلق احكام تعميمية وذبحنا طيب فهمت ذبحهم وكل الناس بيعترفوا انه انه هتلر كان مجرم بما فيهم الالمان اليوم ونفس الشيء السوريين كلهم قبل الثوره ما هلا كانوا مع الحقوق الكردية وكانوا يدينوا عدم إعطاء الجنسية للأكراد يعني أنا طالع مئة بيان طالع وكل القوى السياسية يعني الشعب أصلا شفت واحد يعني نجار وحداد وطالب سوري قال أنا ضد ضد أنه ينعطى للأكراد حقوقهم هاي أمور بترتبط ب القوى السياسية سواء المعارضة أو اللي بالحكم في نظام أجرم بحق الأكراد مثل ما أجرم بحق العرب والسوريين كلهم أمام مين ما أجرم نظام الأسد من أهد حافظ لليوم بس أمام الأكراد لا لا بس نحن كمان ايضا عم نحكي على العراق يعني تم ضربهم بالاسلحه الكيماوية إيه بس بنفس الوقت الاكراد ما اقول انا ما عندهم مظلوميه بس انتهت القصة وصار في بعد مفاوضات وأخذوا حكم ذاتي عمليا هو دي الوحيدين اللي أخذوا حكم ذاتي مقابل هالجرائم اللي ارتكبت بالعراق لا أخذوها بتركيا ولا أخذوها بإيران طوروا هالحكم الذاتي اعملوا نموذج ومثال وخلص هذا هذا الوضع بدكم يعني بدنا نتاجر عليه مشان ناخذ شو مكاسب اكبر نعم. مشان نقول الاكراد معهم حق انه ياخذوا جزء من سوريا لانه الصدام حسين اطلق عليهم يعني ما عاد الى معنى المعنى اليوم انت مثل نحن السوريين والله انه الاتراك زمان وذبحونا وجمال باشا مزبوط بس انت اليوم من 100 سنه عندك دوله اسمها جمهوريه تفضل زبط اعمال دولية بس, بس دكتور غالبا انه نتيجه هالاعمال التعسفيه التي صدرت من الانظمه صار الكردي لا يشعر بانتمائه لا للعراق او لسوريا او حتى لبعض البلدان الاخرى، يعني الان يتهم الكردي قبل ان تحكم عليك ان تفهم الطرف الاخر، يعني الكردي يتهم بانه مشروع انفصال، طيب هل فكرنا مثلا بشكل جدي انا اتحدث عن النخب، هل فكروا بشكل جدي انه هؤلاء كانوا مثلا تحت الضرب والسحل، حتى فيما بعد ثورات الربيع العربي يتم استهداف تغيير ديموغرافي للمناطق ذات الغالبيه الكرديه. كمان هنا عم عم نرجع هذا التعميم كله غلط، هذا بودينا لطرق ما ما نعم. اذا قلنا العرب عم ت انا ما حكيت العرب، انا احداث سياسيه تجر الجميع لمواقف عدائيه متباينه أه تعمق القصه أه. تمام هلا في في شيء اسمه قوى سياسيه وفي خيارات سياسيه، مثل ما قلنا، اليوم ممكن واحد يقول انا ما عاد بدي اعيش بسوريا لانه اخي هاي بلد حاكمين طغاة ومدري شو وممكن انا اقول انه هاي الطغيان ناجم عن 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 نظام معين نشا في فتره محدده والى اخره وله ايديولوجيه وله كذا بدي قاتل ضده مشان الشعب السوري كله يرتاح مثلي وارتاح بس يبدو انه هذا يا دكتورنا يبدو ان هذا الامر ترسخ ايضا في العقل الجمعي فكره الامه العربيه الواحده الان في كثيرين يدافعون على حساب الحدود ولو كان في سحق الانسان وكرامته وعلاقته في... انتهت اصل القوميه العربيه من زمان مين عم يطالب بالوحده العربيه اليوم للاسف انا ما للاسف لانه الوحده العربيه ما قصه قوميه ما قصه ثقافي ما حد ما حدي حيغير ثقافه مصر ولا ثقافه سوريا ولا ثقافه اليمن حيضلوا عرب ومسلمين ما حدا هي قصه اطار جيوبوليتيكي مشان يحسنوا يقاوموا النفوذ الاجنبي ها بأي هاي وبعدين مين من السوري اليوم بفكر بالقوميه العربيه وقت بفكر بالاكراد مازال ومين مين على الجمهوريه ومين العربيه السوريه هلا الجمهوريه العربيه السوريه هي جزء من التراث اللي نحن عم نعيش عم نحكي فيه هي جزء من نظام اللي سيطر مثل ما هلا مسيطر القوميه على الحركات الكرديه يعني انت ما عندك مشكله ان تكون الجمهوريه السوريه لا ما عندي مشكله شو ما المهم هاي كل اسماء سميتموها المهم شو اللي بيخلي توافق شعبي على شو بيتوافق الشعب السوري نعم. لا اذا ما قابلنا بهالقاعده لا انه انا بدي افرض عليك طيب شو بنسميها انا قد ما ناقشوني بزمان ومجموعه من الاكراد قلت لهم بنسميها جمهوريه الكرديه يا اخي السوري ما عندي مشكله ما الاسم ما هو مهم سموها الجمهوريه الكرديه تريد المضمون المضمون بدي انا بدي انا الناس اللي عايشين تحت سقف هالبلد نعم. يكون عندهم حقوقهم ما بس السياسي السياسي والمادي يعني يعيشوا مضبوط يكون عنده فرص عمل يضمنوا اولادهم انه ما يضيعوا يضمنوا اولادهم انه يتعلموا الى اخره هذا اللي لازم نفكر فيه انا انا حتى انتقل معك الى ملف اخر اذكر اني قرات في احد كتبك ان الارتداد للهويات البدائيه او الهويات المتناحره يكون عنده فقدان فكرة الدولة الجامعة التي تقوم على اسس من المواطنة وتكامل الحقوق تمام وكذا. طيب انت زرت اربيل والتقيت برئيس الاقليم واحزاب كرديه، كيف شفت كيف شفتهم انت كنظرة للحلول وكيف تقيم ايضا تعاملهم مع الواقع الذي هم يديرونه، كيف انت قرأت انا بالحقيقة ما عندي معلومات كبيرة اليوم يعني شغلتنا الثورة السورية عن متابعة كل كثير بلدان وشو عم يجري فيها، بس انا بقدر كثير وما بنسى الاستقبال الحاشد الحافل اللي استقبلنا فيه برئاسه جمهوريه كردستان يعني اقليم كردستان, كردستان, كردستان ومن قبل الاخ يعني رئيس, رئيس, رئيس الكردستان ما في شك انه كانوا مرحبين وكانوا مرحبين ايضا انه كانوا يتدخلوا يساعدوا الاكراد السوريين اللي كان عندهم موقف كثير عصبي انه انه يتفاعلوا مع الثوره السوريه يعني يتفاعلوا نعم. مع الحركه السوريه الثوريه بهذيك الفتره وما يضلوا دائما يحطوا العصي بالعجلات يعني ويرفعوا سقف مطالب الى درجة يعني انت وقت اللي بتطرح ببدايه ثوره ببدايه صراع عنيف وبين قد كان عنيف اليوم اليوم نعرف قد كان الصراع مع بشار الاسد ونظامه عنيف نعم. بتطرح كل يوم انه نحن لا ما بنمشي معكم الا اذا غيرتوا اسم البلد. يا اخي انت مانك وحدك وانا ماني وحدي. انا اذا قلت بنفس اليوم باول الثوره نحن ما عاد بدنا نسميها عربيه بدنا نسميها سوريه. في عندي انا بدل ما وحد بأسم الشعب بده يطلع انه هدول الجماعه خضعوا لل للمساومه الضغوط الكرديه ولا شيء. ولا بتقول لا بدنا فدرالية يعني انه نحن بالثورة بدك تقول له نحن بدنا فدرالية كل شيء له وقته بالسياسي معناته انت مستعد تقسم سوريا وتعطي النظام تعطي النظام حجي ضدك كل السياسي اللي ما بتعرف تختار ال... ال... الوقت اللي بدها تطرح فيه شعار معناتها ما ما نسياس لكن دكتور تعقيبا على كلامك انت شوف مثلا تعامل الكرد مع الانظمه المتعاقبه كانوا جزء منها دوما يعني سواء في سوريا او في تركيا او في العراق او حتى في ايران لكن هذا التعامل كان مبني على اساس النسيج المشترك والتاريخ المشترك والامل المشترك تحول للانظمه على اساس قمع وتمايز وجرد الاكراد الأنظمة ما الانظمه ما في انظمه محدده مصر ما عم تقمع الاكراد انا تحدثت عن تركيا والعراق أكره أكره انا قلت تركيا والعراق وايران وسوريا في مشكله لانه من جهه الدول قلت السياسات القوميه المغلقه خلقت المشكله هذا اللي قلته أنا من الأساس نعم. مش الأكراد خلقوا المشكلة سياسات القومية المغلقة من تركيا إلى سوريا بعدين بعاصم هدول لو أحسنوا التعامل ألم يكن أفضل مع إيه الكرد إيه وأكثر يعني سلما واحتضانا لهم من فكرة النقي بالتأكيد هذا اللي عم تطالب فيه القوى الديمقراطية والسورية قبل الثورة وبعد الثورة نحن مين اللي انتقد سياسة النظام ما, ما النظام ما كان له تأييد شعبي هذا بهاي الإجراءات انت عايش بدمشق حدا كان يميز بين كردي وعربي بالشام وقت بدو... ال... النموذج المعيار للعلاقات بين الشعوب لا. هو التزاوج لا. بس انكره شعب شعب تاني ما عاد في تزاوج بصير مشكله التزاوج مشكله صعبه يعني بدها تال انت بت... بتعتقد انه كان في في يوم من الايام لا. يعني بقصد ما كان في مشاعر تستهدف سلبية بتستهدف الأكراد عند الشعب إجا الموضوع من سياسات تبعتها بعض الدول ونحن لازم نشوف كمان الأكراد لازم يفكروا مثل ما هذا هو السؤال الآن مفكر. ما هو المطلوب كشعوب وليس كأنظمة من الشعب العربي ومن الشعب الكردي لإعادة نسيج مشترك وتعاون مشترك وبناء مستقبل مشترك المفروض أنه يسترجع السلطة أول شيء كشعوب من إيد القوى المغتصبة اللي الأقل الأقليات الاجتماعية السياسية يعني الطغام الحاكمي ويعيدوا بناء هالدول على اسس ديمقراطيه وعلى اسس المشاركه واحترام الهويه كشعوب وإيه هاي كشعوب هاي بدهم يشتغلوا يعني عم نشتغل نحن عم نعبئهم مشان نعيد بناء هالدول على اسس ديمقراطيه يعني شو يعني هذا كمان نقطه مهمه بدي بدي اذكر فيها الفصل بين المواطنة اللي هي متساوي للجميع يعني انا عندي حرية وعندي حقوق وكذا وبين الهويات المتعدده، نقبل بالهويات المتعدده، انا اذا بدي اعمل دوله ما بدي اقول انا نحن احترام الهويه الكرديه لازم سب على الهويه العربيه. انا دائما هذا ال... انت اذا بدك او العكس اذا, بدأ... أو الع... إذا بدك انت تدافع عن هويتك وتحفظ هويتك، بدك تحفظ هويه الثانية وتدافع عنها، يعني بقصد ما دائما تقول لي القوميه في قوميات في في دول متعدده القوميات نعم اذا بدك تحترم قوميه العرب ما تسب على العرب مشان العرب يحترموا كمان قوميتك اما اذا قلت لهم انت انتوا قوميتكم انتوا اصلا بدو انتوا اصلا مالكم ايمي وانتوا اصلا كذا كيف يعني انت ما عم وايضا دكتور وايضا صراحه اطلق التاريخ هذا التاريخ هو تفاعل نعم بين, بين اطراف نعم ايضا دكتور حتى نكون صريحين اطلق على الكرد ايضا بويجي وانفصاليين وملاحدة ومشاريع لا حق لا حق وبدو, وبدو وبعضهم كمان احد المثقفين محسوبين على الثوره السوريه اراد ان ينسف اصول الاكراد فعزاهم للعرب يعني يعني ايضا في مبالغات من هل الطرف هل هل هاي شغلات تطلع من افراد ما 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 بتحسن انت تفسر التاريخ وتقود التاريخ وتحول التاريخ على اساس كان واحد مجنون وفعلا في مهووسين في مهووسين اكراد وفي مهووسين عرب اللي بده يرجعون طيب لو كان اصلا لا نفترض انه اصل الاكراد عرب وبعدين يعني اليوم هني اكراد اصلا شو بدي انا باصلي انا شو بعرفني شو اصلي بجوز اصلنا كلنا عثمانيين خليط من ترك وعرب وكرد وكذا هذا اللي كان مجتمعاتنا بس نحن اليوم نحكي عربي ونعتقد انه هويتنا عربيه ونحن او اكراد نعتقد انه نحن اللي بيمثلنا هو الثقافه الكرديه لازم الدوله لحتى تستقر تحترم هويات جم... وتميز نحن المثقفين لازم نميز بين الهويه الثقافيه اللي لازم تحترم لجميع حتى المجموعات الصغيره اشوريين وكلدان مجموعات صغيره اليوم صاروا ببلداننا وسريان لكن لازم يكون لهم نفس الاحترام اللي للهويه العربيه اللي ما في شك انه أكثر لذا لذلك ما ممكن نحن ندافع عن هويه ثقافيه عن يعني عن قوميه، القوميه هي هويه ثقافيه، في قومي كردي، ضد القوميه الاخرى باتهامها انه هذيك عنصريه. نعم. من خلال متابعتي لشأن الكردي في العراق بدي أذكر لك بعض النقاط حتى نستطيع أن نجعلها بمنزلة أركان أساسية لبناء تصور حسب رأيتك خلال حرب الأنظمة المتعاقبة على الأكراد أو حملوا الأكراد السلاح في العراق ورغم المظالم إلا أنه لم يسجل على الجانب الكردي في العراق أتحدث أي عملية عنف أو عملية مسلحة داخل أوساط المدنية وهذا قل ما يحصل في صراع مسلح بين طرفين، يعني ما استهدفوا الاكراد ابدا جهه مدنيه ابدا، ولم يتعرض اي كردي لعربي لكونه عربي في المناطق الكرديه، وبانتفاضه عام 1991 وبعد غزو الكويت استسلم الجيش وسلم الجيش العراقي كل المناطق الكرديه للاكراد. ومع ذلك هو نفس الجيش اللي قام بالمجازر والمذابح في حلبجه وغيرها عبر عملية الانفال وغيرها لم يقتل ولا جندي عراقي حتى انه قالوا لنا من اراد ان يبقى في هذه البلاد مناطق او بده يروح على بلده الاصليه يروح على مدينته كمان في الحرب الاهليه في العراق ما بعد 2003 كانت كردستان أفضل ملجأ للمواطن العراقي بدليل الكثيرين من المستثمرين العرب العراقيين وغيرهم أيضا من العرب أيضا وليسوا فقط من العراقيين حتى أنه صارت نسبتهم تقريبا في أربيل 3 مليون يعني نسبة تقترب من نصف السكان لم يسجل أي اعتداء لو جعلنا هذه النقاط بتل بمنزلة بمثابة محاور ألا يمكن البناء عليها في ضوء علاقات جديدة بين الطرفين حسب رؤيتكم يمكن البناء عليها يعني وهذا يحسب للأكراد يعني للأكراد للقوى السياسية من اللي بهيج ما في شعب بيطلع بيقتل شعب ولا حتى جنون الإدارة السياسية الإدارة السياسية بتوجه أنه ليش بسوريا اليوم اللي عم يقتلوا اللي عم يقتلوا الشعب السوري هن يعني من حقدهم عليهم مخابرات وشبكات ممولة وكذا نفس الشيء ما الن مصلحه الاكراد يتصارعوا مع الدوله المركزيه العراقيه طالما انه هن جزء منها اليوم وإلون أه. إلون مصلحه وهلا عم يتحاور هلا في لقاء نعم ببغداد اليوم بهالايام إلون مصلحه انه انه ياخذوا حصتهم ياخذوا حقوق بالدوله العراقيه بس انه ما يكونوا في عدق على اعداء معه وهذا أنا النقاط سيارة. النقاط اللي ذكرناها لا استهداف للمدنيين لا تهجير للمدنيين لا ايضا يعني ايذاء لمن وفد اليهم ما في شيء ما يمكن نعمل مثلا نبني عليها لا انت اشرت في بدايه هذا هذا بدل على اللي عم اللي عم اقوله كنت من اول انه بشكل عام اذا ما في تفعيل لع... ل... من قبل قوى سياسيه لمشاعر العداء الشعوب ما بتقتل بعض ما في سبب الشعوب تقتل بعض نتجوز من بعض طيب طيب بعد فشل الحلول العسكريه في التعامل مع القضيه الكرديه البديل المشروع حسب رايك للتعامل مع الكرد المشروع ضمن مشروع العام للسوريين اليوم اللي عم يحكوا فيه اتحدث عن الكرد بشكل عام. ايه اليوم اللي عم يحكوا فيه السوريين بدهم دولة مواطنة نعم. لا قومية ولا استبدادية ولا ولا عشائرية مثل الموجود اليوم. هدولة المواطنة يعني تساوي الحد الأول تساوي بين جميع دولة قانون والقانون يساوي بين جميع أفرادها بصرف النظر عن القومية وعن الجنس وعن إلى آخره إلى آخره. أوكي؟ نعم. هلا هل ضمن هالإطار في حتى حقوق للاقليات يعني في حقوق للاقليات بسوريا الكرد اقليه يعني اقليه ما بمعنى يعني تبخيسي اقليه بمعنى العدد ما هو في في ميثاق اوروبي اليوم ثاني اكبر قوميه في سوريا في في ميثاق اوروبي اليوم للدفاع عن حقوق الاقليات ما فيها شيء يعني بدول ديمقراطيه بيتاخذ هالشيء اذا بيطلع اذا وبعدين هذا ضمن التفاهم الاكراد هن جزء من من نسيج وطني بدهم يعتبروا بدهم يصيروا وهن هيك بيتفاوض على مدى الصلاحيات اللي بدها تعطى واللي ممكن الإدارة الكردية بمناطق الأكراد تحسن تقوم فيها وممكن تتوسع بالمستقبل وممكن تزيد وممكن, أنا وممكن, عن هذا إذا وممكن إذا أخذوا الأكراد يعني تطورت أوضاعهم في تركيا وفي إيران يصير والعراق يصير في دولة كردية واحدة يعني أنا هذا التاريخ ما حدا يصاد يفكر يصادر التاريخ ويفكر انه انا بدي ابني اليوم دولة كردية قومية نعم no. لانه هاي ساعتها بدك تكسر راسك بالحيط بدك تقول تفكر بالمشروع على مدى تاريخي وعلى مدى خطوات هلا شو شو اهم شيء عملوه الاكراد شو الخطوه الاولى شو المرحله الثانيه اذا اخذنا حكم ذاتي بتركيا وبايران وهذا بصير قفزه هائله بالنسبه للقضيه الكرديه نعم no. شو بنحسن نعمل بعدها مش من هلا بدي اقول انا ضد كل هدول وبدي اقاتلهم وما في حل الى السلاح طيب. طيب لو سالتك عن دور النخب العربيه والكرديه في تجاوز الادبيات الكلاسيكيه الان وخاصه الان اللي استعادوها اللي هي النزعه العنصريه او الفوقيه انت كاكاديمي ومثقف، ما الذي توجهه من رساله للنخب العربيه والكرديه لاستعاده العلاقه وتمهيرة؟ انت تتحدث في شطر كبير عن السياسه ودور الاداره السياسيه. الان كمثقفين حقيقه حتى انا يعني اقول لك واتابع المشهد الثقافي بالاخص عند بعض النخب العربيه لم يكن مستوعبا لل امور وانا عندما انظر الى الطرف الكردي يتشكى علي ان اعرف انه ايضا هناك طرف اخر جعل هذا الطرف يصرخ يعني الان كاكاديمي حضرتك ما هو القواسم التي تدعو لاحيائها بين النخب العربيه والكرديه؟ يا اخي ما في قواسم اليوم يعني سلوك المثقفين النخب السوريه العربيه وغيرها مش افضل من الاكراد على كل حال، كل واحد عم المشكله وين؟ كل واحد عم يدور على مصالحه بين هالنخب الصغيره هي مفتته وكل واحد عم يدور على مصلحته من افقه الخاص. اللي اللي المطلوب هو مشان نرجع نوحد الجميع انه نتفق على مشروع لسوريا كلها اللي يعني البديل عن النظام، اليوم كل الناس بتطالبنا شو البديل عن نظام الاسد؟ يا اما نحن بنعتبر انه بنهرب من هالمشكله وبنعمل منطقه خاصه فينا وخلي الشقه على من بقى مثل ما بقول مثل السوري ما لنا علاقه هدوليك عرب همج وبدو ما بيفهموا نحن بنفهم يا اما بنرجع بنقول في امكانيه لاعاده بناء هالدوله اللي هي الوحيده ممكن تعطينا شويه ت... وحد محدود من الموارد والامكانيات ان نتحول لشعب، ما نكون عشائر عم تقتل بعض ولا ميليشيات بخدمه ايران وبخدمه تركيا وبخدمه اسرائيل وبخدمه الدول الاخرى، اذا استمرينا مثل ما نحن فيه، نحن حنكون مرتزقه كلنا بايد الدول المتدخله فينا، اذا ما تجاوزنا هاي الحساسيات، هذا ما في بدك تتجاوز الحساسيات وتفكر بالمستقبل، اذا ما نجحنا نفكر بالمستقبل بدنا نضل هيك. يعني اذا تجاوز الحساسيات التفكير بالمستقبل التفكير هو اللي بخليك تتجاوز نعم الحساسيات نعم انه انا شو بدي بالمستقبل من هون ل 20 سنه بدي انا اعمل دويل صغيري مثلا بالسويدا شو بدي اعمل بالدويل الصغيره بالسويدا ولا باي منطقه اخرى ولا انا بدي بدي اعمل دولي بشرق الفرات واسيطر على النفط والغاز والقمح والماء وكذا واحرم السوريين البقيه منا مين قال لك انه ما حتضل حروب مستمره طول العمر نعم يعني بقصد بده تفكير عقلاني لا أكثر ولا أقل الحل هو نفكر عقلانيا ومع, هل يمكن؟ هل ومع يمكن؟ بعض نعم. ومع بعض هل يمكن أن نصل إلى نوع من الحكم الفيدرالي كما هو مطبق في الولايات المتحدة هل هل هذا إمكانية الوصول إلى ما هذا هذا كل شيء ما في شيء محظور بالحياه السياسيه بالنقاش السياسي لكن هذا كله بيتوقف على مزاج الشعوب على ما انت ما بتفرض ما بتفرض على شعب انه انا بدي افرض غصب عن رقبتك وبدعم الامريكي انك تعمل فيدرالي فدردو بالعراق شو طلع منها دمر اليوم ما في عراق ما في دوله بالعراق مم. كل ميليشيات مرتزقه عم تشتغل لايران ما بصير بدك انت تعمل شيء بده يكون بالتفاهم مع شركائك بالوطن الا اذا قلت انا هذا الوطن ما عاد يعنيني نعم. بس بدك تدفع ثمنها ساعتها اذا ما عاد تعنيك سوريا وطلعت منها معناتها السوريين كلهم بدهم يصيروا ضد بس نحن عم نحكي دكتور على صيغه توافقيه مو صيغه انفصاليه عم نحكي على الحكم الفيدرالي هل يمكن هذا أناقش عم اقول لك ما في شيء محظور ايه نعم. في الشعوب شلون بتدير امورها بتعمل جمعيه تاسيسيه بتعمل برلمان نعم. هذا البرلمان بيمثل كل الاطياف بالتالي بيمثل مصالح الكل هذا بدك تفاوض انت على مصالحك اذا كنت فئه، مش انه تفرضها انه انا يا هيك يا يا ما بخرب بخرب المشروع، بدك تفاوض الاخرين وتاخذ وتعطي، هيك عملوا الاكراد بشمال العراق. ما قالوا انه لا يا هيك يا كذا، حاولوا انه يعملوا استقلال، قالوا لهم الدول ممنوع، وقالوا لهم اه رجعوا ما يعني ما اذا حطيت بزهنك انه بدك تفرض بالسلاح خيارك بدي افرض الفيدرالية بالسلاح ولا بدي افرضها بالدعاية ما بتصير لانه في مصالح وراء الموضوع وبعدين بدك تحدد وين وين حدود الفيدرالية يعني انت بدك تفرض بكره بالبرلمان اذا طرح موضوع الفيدرالية السورية ما هي مين ما شو المانع انه يكون كل قطر كل منطقه كل محافظه عندها صلاحيات اوسع وانه يكون المحافظ منتخب من قبل الشعب انا برايي هذا لازم يكون يعني لا نعم. مركز اللي بسموه اللامركزيه الموسعه نعم. نعم. لكن لكن هذا بده يكون تماما بالتفاهم مع كل الاطراف انه شو بدنا نوسع وليش بدنا نوسع من حيث المبدا ما عندك شيء بالنسبه للفدراليه خلاف او على امكانيه تطبيقها كل شيء يتفق عليه الشعب السوري ما عندي عليه اي اعتراض المهم ببناء الدول هو انه تو... نوصل لتوافق شعبي التوافق هو اللي بيبني الدول مش الاطر الاطر هي بتكون تنفيذ لارادي لا. متفق عليها وكل لا. واحد بيحترمها مشان هيك ما نحط العجله قدام الحصان الحصان هو تحرير سوريا وبناء نظام مواطني ونظام ديمقراطي اشكرك دكتور برهان في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان أتوجه بجزيل الشكر للاخوه والاخوات الذين كانوا معنا في هذا الحوار الصريح والجريء الدكتور برهان لا يعرف مجامله ويتحدث عن قناعته وعن سيرته وهو احد المشاركين في النضال السوري المعاصر لاسقاط الاستبداد في تلك البلاد وهو على علاقه حثيثه بالمشهد الكردي عامه وقد زار اقليم كردستان ويعني حقيقه ادلى بتصريحات كانت عميقه ودقيقه نلتقي بكم في حوار جديد ان شاء الله ونستودعكم والسلام عليكم